البنت دي عامله نفسها جد جد قوي. دي ما بتتكلمش غير في الشغل. ايه الحكايه يا ميرفت؟ انا مش قلت لك تمرنيها؟ امرن ايه بس؟ انت فاهم ان المساله سهله؟ انت ناسي انها مخطوبه. ومال؟ تبقى لسه على البر. مخطوبه وبتحب خطيبها وغرقانه لشوشتها. انا مش عارفه على ايه. حمدي ده كحيان خالص. حمدي مين؟ خطيب فريده. ده موظف عندنا في الحسابات. وازاي ما اعرفش المعلومات دي كلها؟ يا سلام. مهم قوي للدرجه دي؟ ايه اللي مهم؟ انت مش عارفه انه غلط قوي الجمع بين الموظفه وخطيبها في مكان عمل واحد. ده قانوننا بقى ولا ايه؟ لا، دي سياسه الاداره. اتنين مخطوبين ويتوجدوا في عمل واحد هيعطلوا الشغل وهيفضلوا طول النهار يحبوا لبعض. لا، دي تبقى فوضى. يخرب عقلك. معقول ده؟ ايه ده؟ ايه يا بنت الحلاوه دي؟ وبعدين معاك يا سي عبد العزيز، الهوانم يقولوا عليا ايه؟ يقولوا البلد يوكل يا بنت. امال فين السعاده؟ دي بقى المعدل. هو انت غيرتها ولا ايه؟ انت عارفه ان انا بقى بحب التغيير. سمة الحياة التغيير. فيلسوف يا عبد العزيز. انت اللي فلسفوك. مساحة عبد العزيز. البنت دي جبانة. مش بقول لك. مساحتكم.